كنت بكلم مع حضراتكم عن يعني قيام الدول بعمل خطط طويلة المدى الحقيقة فيما يتعلق بملفات الطاقة واستهلاك البنزين والديزل والغاز وغيرها أيضا. تعالوا نشوف هذا الخبر مع بعض. احتفلت منظمات النقل والبيئة في أوروبا بقرار الاتحاد الأوروبي بحظر سيارات الديزل والبنزين، ودعت إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية لتجنب انهيار القطاع حسب ما قالت صحيفة ABC الأسبانية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأسبوع أعطي وزراء البيئة ل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لمقترح بروكسل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة بنسبة 100% اعتبارا من عام 2035، وهذا يعني بحكم الواقع حظر تسجيل مركبات الاحتراق باستثناء الفيراري واللامبورجيني. وطبقا للصحيفة الأسبانية فالمقترح كان موجود لدى البرلمان الأوروبي منذ عدة أسابيع ووافق عليه العديد من الأعضاء، واعتبارا من عام 2035 لن يكون هناك ما يسمى بالسيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل. وقال فرانس تيرمانز نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية: ما نريده هو سيارات عديمة الانبعاثات. وقبل إيقاف تشغيل محركات الاحتراق الجديدة، وحددت دول الاتحاد هدفا وسيطا في عام 2030 مع خفض الانبعاثات بنسبة 55% للسيارات و 50% للشاحنات الصغيرة. وفي الوقت الحالي بتمثل السيارات حوالي 15% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في بلدان الكتلة الأوروبية. في 2021 ماركات العربيات باعت، الماركات المختلفة يعني للسيارات، باعت 9.7 مليون سيارة في الاتحاد الأوروبي بس، كان نص العدد ده تقريبا من وقود الديزل والبنزين. بيضاف طبعا إليها 20% من السيارات الهجينة الكهربائية اللي بيبقى ليها برضو محرك احتراق، وده تقريبا بيقربنا من حوالي 6 مليون مركبة مش هتكون قادرة على التسجيل في أكثر من يعني عقد بقليل، يعني خلاص مش بعد مدة طويلة. يعني في الوقت نفسه بالكاد بيصل وزن السيارات الهجينة الكهربائية والقابس إلى 20% من حصة السوق في الاتحاد. هنلاقي كمان من ناحية أخرى أنه المتحدثين باسم شركة السيارات الألمانية حذروا من أنه قرار المجلس بيثير أسئلة مهمة جدا ما تمش الإجابة عليها لغاية دلوقتي، زي على سبيل المثال إزاي مثلا أوروبا تقدر تضمن الوصول الاستراتيجي إلى المواد الخام الرئيسية للتنقل الكهربائي. طب أنتوا هتمنعوا ده فعلا، بس أنتوا إزاي هتقدروا توفروا البديل ويكون أو المصدر ده يكون على طول متوفر وموجود؟ في أسئلة كتيرة الحقيقة مطروحة في هذا الملف، ولكن مما لا شك فيه أنه الأعوام القادمة هيكون فيها طبعا تغيير كبير عما اعتدنا عليه من حيث يعني سوق السيارات واستخدام السيارات والتزويد بالبنزين والديزل وغيرها.